كيف تعتبرون حكم محكمة نونتير على السيد عبد المؤمن ولد قدور المدير العام لشركة سوناطراك؟ اليوم الحكم تاع المحكمة الفرنسية مدينة نونتير واش يقول باللي عبد المؤمن قدور عنده جنسية فرنسية. واش يقول أيضا؟ يقول باللي عبد المؤمن قدور صح باللي سرق 10 آلاف مليار سنتيم من الشركة الوطنية سوناطراك ومن الجيش الجزائري بين 2001 و2005. والحكم تاع نونتير يقول أيضا باللي نكاز رشيد لازم يخلص 15 ألف أورو لأن الوقفة السلمية أمام البيت أو تقدور في مدينة نيي شيخسان يولي مشكل بالنسبة عائلة تقدور وبالنسبة بنات وليد تقدور. يعني السبب به نكاز رشيد لازم يخلص 15 ألف أورو مخالفة بالنسبة بنات ولد قدور. وبالنسبة يعني الحكومة الجزائرية الحاجة الأساسية هي باللي ولد قدور عنده جنسية فرنسية، والمادة 51 تاع الدستور الجزائري يمنع أي مسؤول سياسي أو أي مسؤول شركة وطنية يكون عنده زوج جنسيات. على هذا الشيء لازم باللي اتقدر او يتنازل على جنسية فرنسية او يخرج من المنصب تاعو تاع رئيس الشركة الوطنية والسيادية في المغرب. السيد رشيد نكاز، المادة 51 تم إضافتها خلال التعديل في تعديل الدستور في عام 2016. نعم، المدير الديوان في عبد العزيز بوتفليقة في حمد ويحيى هو اللي عدل الدستور الجزائري في فيفري 2016، والمادة 51 تمنع أي مواطن جزائري اللي عنده زوج جنسيات باه يكون عنده منصب عالي في الحكومة الجزائرية أو في شركة وطنية كبيرة كما صنعت. نعم السيد رشيد نكاز، أنتم قمتم بنشر عقود تجارية للسيد ولد قدور، كيف تحصلتم على هذه العقود؟ أنا خدمت في العالم العقار، والحمد لله يعني ديما نخدم بطريقة قانونية وحضارية باه يعني نجيب الأدلة بالنسبة للعقار وبالنسبة للجنسية لأي أي واحد اللي عنده ديار ولا أي حاجة في فرنسا في أوروبا أو في أمريكا. والحمد لله جبت الأدلة من المحكمة التجارية في فرنسا باللي أتقدر عنده جنسية فرنسية وأتقدر عنده زوج ديار في مدينة نيي شيخسان كيلومتر على مدينة باريس. نعم، سيد رشيد نكاز، ما هي الخطوة المقبلة بعد أن تمت إدانتكم من طرف المحكمة؟ ماذا تنوون القيام به؟ اليوم عندنا زوج طرقان. يعني الأولى قدمت زوج شكوات ضد سي عبد المؤمن وتقدور بالنسبة للفساد، يعني هو سرق 10 آلاف مليار سنتيم من الجيش الجزائري ومن الشركة الوطنية والسيادية سوناطراك، وبالنسبة يعني الأموال اللي هربهم في لبنان والاسم البنكة في بيروت يسموها First National Bank. ولازم اليوم يفهم روحه قدام المحكمة الفرنسية ويقول كي دار باه جاب الأموال من لبنان باه شرا زوج ديار في مدينة نيي شيخسان. وفي مجال سياسي اليوم لازم الحكومة الجزائرية تطبق المادة 51 بالنسبة يعني الجنسيات تاع التقدر. والحكومة الجزائرية هي تعرف اليوم باللي سي عبد المؤمن وتقدر عنده زوج جنسيات، وعلى هذا الشيء لازم يتنازل على الجنسية الفرنسية أو لازم يخرج من الشركة الوطنية والسيادية الفرنسية. سيد رشيد نكاز، خلال هذه الأمسية تقدمتم أيضا بدعوى قضائية لدى المدعي العام للمحكمة المالية في باريس، بأي تهم ولماذا؟ اليوم كان محكمة يعني سبيشاليزي ضد الفساد يسموها باركي ناسيونال فينانسي هي اللي اتهمت
فيون، فرانسوا فيون اللي كان مترشح سابق في الرئاسيات في فرنسا. وهذه المحكمة يعني ضد الفساد قدمنا اليوم الشكوى ضد سي عبد المؤمن وتقدر باه يعني تدرس وتشوف كي دار سي عبد المؤمن وتقدر باه جاب الأموال من لبنان إلى فرنسا. وإن شاء الله نتمنى باللي العدالة الفرنسية يعني تبين قدام الشعب الفرنسي والشعب الجزائري تبين باللي أتقدور يعني راجل فسد، وهذا الإنسان ما يقدرش يعني يمثل الشركة الوطنية وسيادية كما سوناتراك في الجزائر. سيد رشيد نكاز، السؤال الأخير، لماذا لم ترفعون هذه القضايا أمام العدالة الجزائرية؟ في 2006 وزارة المالية الجزائرية مع الوزير السابق السي مراد مدلسي ومع رئيس الحكومة السابق السي أحمد ويحيى اليوم مدير الديوان السي عبد العزيز بوتفليقة قدموا شكوى ضد السي عبد المؤمن وتقدور في محكمة في دير العاصمة في بير مراد الرئيس. ولكن في جانفي 2007 يعني هذيك الشكوى يعني ما يعني بلوكاوها يعني ما عطلت. يعطيك الصحة، يعني كان الأمر السياسي باه هذيك الشكوى ما يكملوهاش. وعلى هذا الشيء اليوم مستحيل باه شكوى ضد عبد المؤمن وتقدور ولا الشكوى بسبب الفساد يعني توصل في المحكمة وفي العدالة الجزائرية. اليوم الحال القضية الفساد في عبد المؤمن القدور ماشي في الجزائر، الحال في فرنسا في لبنان وفي أمريكا، وإن شاء الله نقدموا أيضا الشكوى ضد عبد المؤمن القدور في المحكمة الأمريكية في مدينة يوستن في تكساس، لأن كاين القانون الأمريكي ضد الفساد يعني داروه في 1977 ولازم الشعب يعني الجزائري والشعب الفرنسي والعربي يفهم باللي في 2012 المدير تاع السي عبد المؤمن القدور تاع الشركه الامريكيه كي بي ار حكموا عليه 30 شهر حبس بسبب الفساد مع مسؤولين سياسيين في نيجيريا. يعني هذه مافيا انترناسيونال يعني دوليه في العالم، يعني بشركه امريكيه كي بي ار والشركه جزائرية بيرسي اللي كان فيها الرئيس سي عبد المؤمن وتقدور بين 1994 حتى 2006. وإن شاء الله العدالة الفرنسية والعدالة الأمريكية تبين للشعب الجزائري بلهذا عبد المؤمن وتقدور راجل فاسد. السيد رشيد نكاز، هل تعتقدون أن الوزير الأول الجديد سيتبون سيقوم بمحاربة ملفات الفساد التي تلاحق بعض المسؤولين الجزائريين منذ مدة؟ احنا نحترم كثيرا في سيتبون وزير الأول الجزائري، وفي شهر جوان 28 في شهر جوان كتبت في تبون وزير الأول الجزائري يعني مع الملف يعني كامل بالنسبة للفساد في عبد المؤمن وتقدور. ونتمنى إن شاء الله في هذو الأيام اللي جايين ولا في الشهر الجاي إن شاء الله باللي ملف الفساد في تبون يعني يخرج ويولي في العدالة الجزائرية كما سي عبد العزيز بوتفليقة يعني قدم الملف تاعو في المحكمة الجزائرية في 2006. السيد رشيد نكاز، رجل سياسي الجزائري ورجل أعمال جزائري، شكرا لكم. شكرا لك وبارك الله فيك.